وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار محمد شرف أخصائي جوي أول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأنه سيشهد الطقس خلال الساعات القادمة تقلبات بمرور منخفضات جوية في طبقات الجو العليا. طبعا تعتبر هذه الفترة مرحلة انتقالية من فصل الخريف إلى فصل الشتاء، حيث تحدث فيها تقلبات في حالة الطقس بمرور منخفضات الجوية في طبقات الجو العليا. طبعا من المتوقع أن تتحول الأجواء إلى غائمة هذه الليلة، وثم تبدأ فرص الأمطار وتكون في مجملها خفيفة إلى متوسطة الغزارة، وتستمر الفرص حتى بداية مساء الخميس. وحسب تطور السحب على المنطقة، فقد تتهيأ الفرص لتكون خلايا رعدية من منتصف هذه الليلة حتى صباح الخميس، وطبعا سنكون متابعة قريبة لأي تطورات في أجواء المملكة.